هل الصلاة في المساجد التي حول الحرم أجرها مثل أجر الحرم؟ نعم، كل ما كان داخل الأميال حدود الحرم، ما كان داخل حدود الحرم من جميع الجهات فإنه له حكم الصلاة في المسجد الحرام، لأنه كله حرم وكله يسمى بالمسجد الحرام. فالصلاة في أي مكان، في أي مسجد من مساجد مكة، تضاعف مثل الصلاة عند الكعبة. ولكن الصلاة عند الكعبة أحسن، وإلا فالأجر كله سواء، ما كان داخل الحرم وكله سواء في المضاعفة، مضاعفة الأجر إن شاء الله.